فصل جديد في العلاقات عبر الأطلسي فتحه قادة حلف الناتو خلال قمتهم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة وإن بحثت ملفات عدة إلا أن طموحات الصين وروسيا في المنطقة هيمنا عليها بشكل كبير، فخلالها اتفق الطرفان الأوروبي والأمريكي على التصدي لطموحات بكين وموسكو. حول هذه المساعي طبيعتها وأفقها نستضيف من باريس أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي. دكتور رامي، مرحبا بك. مرحبا بكم. بداية دكتور رامي، الاتفاق الأوروبي الأمريكي خلال قمة حلف شمال الأطلسي على التحالف ضد روسيا والصين كان أحد رهانات جولة بايدن الأوروبية، فما هي أبعاد ودلالات هذا الاتفاق أولا؟ بداية باعتقادي بأن حلف شمال الأطلسي يمر الآن بمرحلة مختلفة عما كان سائدا خلال 4 سنوات الماضية. كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع شعار أمريكا أولا، وبالتالي كان الحلف يمر بمرحلة صعبة للغاية بعد تفكك عرى التحالف ما بين ضفتي الأطلسي على الأقل خلال 4 سنوات الماضية. الآن هنالك حالة اطمئنان وحالة ارتياح في الدول الأوروبية بأن هنالك عودة لإيمان الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف مع القارة الأوروبية. في التفاصيل باعتقادي بأن الدول الأوروبية لن تخرج عن السرب الأمريكي فيما يتعلق بالتنافس الاستراتيجي مع كل من الصين بشكل أساسي والجانب الروسي بشكل أقل، ولكن هنالك تمايزات لا بد من الإشارة إليها بالبنان. الولايات المتحدة الأمريكية مندفعة أيما اندفاع لمواجهة الصين على مستويات متعددة، سواء مستوى اقتصادي أو تقني أو سياسي أو عسكري حتى، وهنالك تحركات للسفن الأمريكية في بحر الصين العظيم، وهنالك تحالفات في تلك المنطقة تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تقويتها، وباعتقادي أن هذه الاستراتيجية خلال الفترة القادمة. على العكس من ذلك، الجانب الأوروبي انخرط خلال 5 عقود الماضية في علاقات اقتصادية وتجارية معقدة للغاية مع الجانب الصيني، وبالتالي وإن كان يوافق من حيث المبدأ على ضرورة تحجيم الصين، ولكن لا يوافق على الدخول في مواجهة مفتوحة. وبالتالي ما نشأ عن هالقمة الحالية ربما لم يكن بتوقعات الأمريكية، ولكنه أيضا كان دلالة على أن هنالك مساحة مشتركة، ولكن أوروبا ليست متحمسة. ربما الأمر ينطبق وإلى حد ما على الجانب الروسي. في الإدارة الأمريكية الحالية هنالك رؤوس كبيرة لا تحمل كثير ود للجانب الروسي وتتهمه بتدخلات في الحياة السياسية الأمريكية وهجمات إلكترونية وكثير من الاتهامات، وهي ترى أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد فتح المجال للجانب الروسي، وبالتالي لابد من سياسة أكثر صرامة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هنا أريد أن أسألك دكتور رامي، يعني أي أفق لهذا التحالف إذن على ضوء المعطيات التي ذكرتها، وما حدوده؟ لا أعتقد أن هنالك إمكانية للدخول في مواجهة شاملة مع الجانب الروسي حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. باعتقادي أن الواقعية السياسية هي التي تفرض نفسها في نهاية المطاف، والولايات المتحدة الأمريكية ليست معنية في الدخول في مواجهة مباشرة، في مواجهة شاملة ومفتوحة مع الرئيس الروسي. طبعا سوف تحاول أن تضع حدودا للسياسة الروسية خصوصا في شرق أوروبا. الجانب الأوروبي ربما المسألة بالنسبة له أعقد، لأن أوروبا تعتمد إمدادات الغاز على الجانب الروسي، وبالتالي سوف تشارك في الضغوط التي سوف تمارسها الإدارة الأمريكية، لكن دون أن يعني ذلك قطع للخطوط ولقنوات المحادثات ما بين بروكسل وموسكو. وبالتالي باعتقادي أن هنالك تفاهم، ولكن تفاهم بتحفظ على الأقل من الجانب الأوروبي. الصين وروسيا دكتور رامي تعتبران قوتين عالميتين اقتصاديا وأمنيا، فما تداعيات التصدي لهما أوروبيا وأمريكيا؟ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تريد وتطمح بأن تبقى متزعمة للعالم خلال العقود القادمة، وهي ترى بأم العين أن هنالك تقدم كبير للصين خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا التقدم مرشح ليزداد وبقوة خلال الفترة القادمة. الحقيقة أن هنالك تنافس على أكثر من مستوى، على المستوى التقني الصين أصبحت تواجه الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تكن تتفوق عليها في صادراتها وفي التطور التقني. هي التي سبق في الولايات المتحدة الأمريكية في الجيل الخامس للاتصالات في غزو الفضاء. أيضا الصين أصبح لها مشروع كبير للغاية، بل وتسعى إلى إنشاء محطة دولية في الاقتصاد. لا أحد يستطيع الوقوف في وجه الصين، حتى العقوبات التي فرضت من قبل الرئيس الأمريكي السابق لم تثبت جدواها وأثرت على قطاعات واسعة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. خذ على سبيل المثال للحصر فول الصويا الذي تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية وكان تصدره إلى الصين،
الآن هنالك أزمة اقتصادية وزراعية كبيرة في هذا المجال. إذن باعتقادي أنه سوف تكون هنالك تداعيات وآثار سلبية على الاقتصاد الغربي، كما طبعا بالطبع سوف يؤثر ذلك على الاقتصاد الصيني، ولكن الصين تستطيع الاكتفاء بما لديها من سوق كبيرة للغاية. ولكن في نهاية المطاف باعتقادي بأن الغرب مصمم على محاولة وضع حدود للنفوذ الصيني، وخصوصا الوقوف في وجه طريق الحرير الجديد الذي تسعى بكين من خلاله إلى ربط كثير من الحواضر حتى الوصول إلى أوروبا بالاقتصاد الصيني، وهذا أمر مرفوض جدا بالنسبة للغرب. لذلك باعتقادي أننا في مرحلة انتقالية نحو بناء استراتيجية غربية لمواجهة الصين، وسوف يكون لذلك انعكاساته وأثاره السلبية. في المقابل دكتور رامي، ما مدى قدرة الصين وروسيا على الصمود، وما البدائل التي سيعتمد عليها الطرفان في الحاضر والمستقبل؟ لا أضعهما كلاهما في خانة واحدة، دعنا نميز ما بين الصين وروسيا. روسيا باعتقادي أنها قوة إقليمية، ولكن نفوذها وزياد نفوذها بمقدار ما يتيحه الغرب، بمقدار ما تتيحه أخطاء الغرب. ولكن الصين الأمر مختلف تماما. الصين هي بالفعل تمتلك كل مقومات الوقوف في وجه الغرب وفي وجه الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نحن الحقيقة بالنسبة للصين على الأقل على أعتاب حرب باردة على أكثر من مستوى، إذا كانت الحرب الباردة السابقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية على مسائل أيديولوجية وعلى مسائل سياسية واستراتيجية، باعتقادي أن الحرب الباردة القادمة هي على مسائل تفوق ذلك بكثير على المستوى التقني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري والاقتصادي، والصين لديها كل الإمكانيات للوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لروسيا باعتقادي أن روسيا تدافع عن ما تسميه حزامها الأمني، وبالتالي تمدد لحلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق ذلك يزعجها للغاية. وجود حكومات في دول تعتبر حديقتها الخلفية معادية لها تزعجها سواء في جورجيا أو في أوكرانيا. وقد أوضح الرئيس الروسي خلال العقدين الماضيين أنه يمكن أن يذهب بعيدا للدفاع عما يسميه وعما تسميه روسيا أمنها القومي، لكن في نهاية المطاف ما يقلق الغرب حقيقة وما يقلق الشمال الأطلسي هي الصين أكثر منها روسيا بكثير. في هذا الباب الذي فتحته دكتور رامي، إلى أي حد يمكن القول أن قمة حلف شمال الأطلسي سعت إلى بلورة قطبية جديدة يمكن أن يشهدها العالم بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة؟ خطوة بهذا الاتجاه طبعا الأمر بدأ من حيث العلاقة مع الصين والقطبية التي تتحدث عنها، بدأ مع وصول ترامب واتخاذ إجراءات وحماية اقتصادية والتخلي عن مبادئ التجارة الدولية وعن منظمة التجارة العالمية والدخول في مواجهة اقتصادية مع الجانب الصيني. تلك كانت نقطة في البداية، وحتى بالمناسبة بالرغم من الخلافات والانقلاب الذي مثله مجيء بايدن على سياسات ترامب، لكن على الأقل في السياسة وفي العقوبات التي فرضت على الجانب الصيني استمر فيها، وباعتقادي أنه سوف يطورها لكي تكون أكثر فاعلية. وبالتالي الآن هنالك مرحلة انتقالية نحو تلك القطبية ونحو تلك الانقسام على المستوى العالمي. الآن اجتماع حلف الناتو هو محاولة لوضع الحلفاء أو لبناء التحالف الذي يمكن مواجهة الصين. طبعا الأمر ليس بهذه السهولة، هنالك كثير من العلاقات المتشابكة. خذ على سبيل المثال للحصر، أكبر دائن للولايات المتحدة الأمريكية هي الصين، أكبر مستثمر في سندات الخزينة هي الصين، أكبر مورد لأوروبا هي الصين، وبالتالي لا يمكن بين اليوم وليلة أن يتم الانتقال إلى حالة مجابهة اقتصادية وإلى ذلك. ولكن الغرب باعتقادي أنه الآن على الأقل في تلك المرحلة الانتقالية في طور بناء استراتيجية لمواجهة الصين، وباعتقادي أن هذا لن يكون سريعا وسوف يتطلب الكثير من الوقت من أجل بناء تلك الاستراتيجية المشهودة. الدكتور رامي الخليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا.